كون هذا الندوة بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات والحق تخريبكا مع جمعية دفاع نظرا للموضوع اللي كيهم القطاع التجاري والمهني والصناعي وهو موضوع الكيرة اللي دخل الحيز التنفيذ في فبراير ديال هذه السنة، وبغينا السادة التجار والمهنيين يطلعوا على الإيجابيات والسلبيات هذا القانون اللي جا في الحقيقة جا تيدفن معاه هذاك القانون الاستعماري ديال بن عرفة ديال ظاهر 1955 اللي شرد واحد العدد ديال المهنيين والتجار بالإجحاف وبمساطير الاحتيالية اللي كان كيوفرها الملاكين. بهذه المناسبة نحييو الأساتذة اللي جاوا تطوعوا وشاركوا معنا في تنشيط هذا الندوة، وتنقولوا للسادة التجار والمهنيين يطلعوا على هذا القانون لأن كيهم المستقبل ديال المحلات ديالهم وتيهم المستقبل الاجتماعي ديالهم. وشكرا.